نخرورة، تعرفون النخرورة، نوري المالكي يحذر من تفجير أزمات داخلية ومن نشاط خلايا حزب البعث بالعراق. كافي، صار لكم 22 سنة تهبرون وتاكلون انت نفسك نخرورة، انت جبت قيادات بالحزب وخليتهم بمناصب، هسه شو تريد تسوون؟ يعني تريد تسوون قبل يا مغرب خرب، قبل لا تروحون تسوون لكم فتنة طائفية ودار نوبل فتنة حزبية؟ هسه هاي العالم مطمئن راح يدخلون عليه على البيوت، وهذا اللي بس تقولوا لهم ناس جهله وتعطي كبسوله ويروح، هذا البيت بيحزبي، هذا البيت بيبعثي، مو هذا تريده؟ ابن النعال تريد يسوي نوبه حرب اهليه، ويقول نخروره يجب الالتفاف بحذر وبقوه لنشاط خلايا البعث المجرم التي تمثل ادوات لاعداء العراق الذين يتحركون ويخربون. اوقف اوقف ابن الزمال، اوقف ابن الجحش، من تمثل ادوات الاعداء؟ منو انت تمثلون؟ منو عدونا ايران؟ منو اللي جابكم ايران؟ منو هسه ادوات الاعداء؟ انتوا ادوات الاعداء. بعد انت تريد تصير براسي شنو؟ حمار ابن حمار، ولان على ابوك يا ابو يمشي وراك الان بهذا هذا الكلام الوضيع والكلام التافه، كلام يعني غير منطقي. شلون انت تعتقد ان البعث مثلون ادوات الاعداء؟ شلون؟ ما انت موجود، ما انت جابتك منه؟ جابتك ايران. ايران منو يعني ايران مثلا؟ شلون قبل كانت دهنوا دبس ويانا؟ مو كانوا اعدانا؟ مو اعدانا، مو 8 سنوات نحارب احنا؟ مو 8 سنوات يعني الاف السنين دمرتنا، مدمر العراق، يعني انتوا ادوات أعداء العراق، ولحد الآن تريد تكذبون على ذولي اللي مخ ما عندهم، لو عندهم مخ ما تبعوكم، لأن الآن مع كل هذا عايشين بفقر، ذولي أتباعكم فقر، لا عندهم بيت، لا عنده شيء، يفتر وراكم، يدور يمتى تصير الأربعينية، تصير هاي الزيارة على مود ياكل، بس يطلع واحد يقول لك لا نحن، هذا جدرك وتفتر، قيمة هريسة. الآن شو تريد أنت إن شاء الله شو تريد؟ للأسف يعني للأسف يعني صارت عندنا هاي مجتمع مغيب جدا، عقول مغيبة، وهؤلاء يمنون نفسهم أن يروحون الله سبحانه وتعالى يقول لهم تعالوا دخلوا الجنة بدون محاسبة. شلون؟ يقول لك إيه، لأنه إحنا انظلمنا، هسا أنت الدنيا كلها إلكم، أنت صار الحكم إلكم، بعد ظلم منين هذا؟ من جماعتكم، من أعدائكم، هؤلاء أعدائكم. تصور أنت دولي يعني مثلا جايين منهم، الآن هو يصور لك أن البعث هم أدوات الأعداء. والله العظيم، والله العظيم هؤلاء هم أدوات أعداء يا عراقي. إذا أنت تعتبر نفسك عراقي وأن الله سبحانه وتعالى خلصك من نظام البعث، إذن أكو دولة إجت قوية تريد تشيل ضيم البعث، مو شال ضيم البعث هسه وخير من الله. شنو حصلت الآن؟ أولاد يدولي يجون من لبنان مال حزب الله ويشتغلون ويطونهم بيوت، وأنت قاعد ويومية يفلشون على راسك القصبات اللي مسويه، لو كم طابوقة مسويه يقدر تصير مثل، لأنه أنت ما عندك شيء، ما وراك شيء، يقول لك خلي ولي هذا، وبينما أنت تروح يوميا مطمس صبعك بخلفيتك، بينما هذا يجي لأنه مرته حلوة أخته حلوة. بعد أشوف الوضع إيش لون من تتحرك أنت وتعي ما قاعد يصير من دولي اللي صار لهم 20 سنة ناعلين سلف سلفك، ما خلوا شيء، كتلوكم، نعلوا والديكم، واخر شيء يقول لك دير بالكم من حزب البعث، ترى هذول ادوات العراق، ادوات اعداء العراق. زين ادوات اعداء العراق يعني هم ما شاء الله سووا لكم ماكو البلد كله ساكن في فيلا، انت ساكن في فيلا مو عندك سياره، يقدر والله العظيم يقدر هذا من اخروره نفسه حق 300 مليار يقدر انتم يا شيعة العراق يوزع عليكم بحيث كل واحد فيلا وسياره او راتب طول عمره 300 مليار. وهذا حقيقي؟ ليش ما سوى؟ ليش ما تنازلوا؟ لو 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 الفقر في الدنيا لا يهم. ولك انت امتى تتبهون؟ ما تقولوا لي امتى تعرفون دول جاي؟ خالي يقول لك خلنا نتونس بروس الزواج، ايش جاي حل. والله العظيم ايش بني قعدون، شفتوهم مرات الصور يجيبون يضحكون، نضحك على ذولي قشامر. الان انت خلصتم من الحزب البعث والبعث يدورون عليه الان، انتوا ايضا حسوا شويه وروحوا دوروا على جماعه حزب الدعوه وجماعه
بدر، ذولي اللي يستحقون أن يتقتلوا. وتروح على جزمه، منو والله بحزب البعث الآن؟ منو؟ منو عندك؟ كلهم برا العالم، ما حد جوا العراق إلا الناس، هاي كلها العالم. ما يقدر يطلع شيء يسوي، متقاعد ورجال وظيفة. خاب تقول بعثي قبل، ما حد يخليك بالشغل إذا مو بعثي. هاي العالم ما له علاقة لا بالبعث ولا شيء، ولا عنده أي تنظيم آخر. يعني هذا شو تسوي؟ انجبرة العالم، أنت تروح عم تكتلهم؟ هذا شوف وين تروح من الله، ارتكب جرائم. شايف الجرائم اللي قاعد يسوونها؟